أها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم تعرفوني؟ أنا صديقكم القمر. صورتي صارت دائرية وأسمى بدراً، وسأكمل لكم الحكايات الجميلة في شهر رمضان المبارك. ها قد مضى يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك، كان يوماً مليئاً بالخير والبركة. فقد ذهب آدم مع والدته إلى المتجر لشراء بعض المأكولات والحاجيات. قرر آدم أن يأخذ الكثير من أنواع الطعام من أجل الإفطار، لكنه أدرك أن هذا خطأ كبير، وخطرت بباله فكرة رائعة. قرر آدم أن يعطي بعضاً من الطعام الذي اشتراه للفقراء. تعلم آدم في هذا اليوم أن يحب للآخرين ما يحب لنفسه، فشهر رمضان هو شهر العطاء والرحمة. ها هو آدم في بيته يتناول وجبة السحور استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل وعلي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مباركاً وإفطاراً شهياً. إلى اللقاء.